كيفاش خفض هذا العجز؟ هو يشرح للمغاربة علاش خفض العجز، شنو دار؟ أنا نقول له شنو دار. مشى دخل في الحسابات ديال الدولة هذاك الصندوق ديال الزلزال، مشى دخل الأموال ديال التمويلات المبتكرة اللي هي 80 مليار ديال الدرهم في ظرف سنتين. تمنية هادشي شتي هادشي ديال التمويلات المبتكرة بدات من عهد اليوسفي وديال الخوصصة من اليوسفي حتى 2020 ولا 21 بحرا وصلوا واحد 65 مليار، هما في ظرف سنتين 8 مليار ديال الدرهم. دونك ملي كتضخ هادشي في الميزانية العجز كيهبط، ولكن هادشي راه يعني التلاعب كيفاش باش يتلاعب على الأرقام، هادشي ما كيقولوش. بالنسبة للدين العمومي، الدين العمومي قال 72.2 و في 2020 وخفضها ل 71.7 في 2023. لان علاش هادشي؟ باش قلت لك راه كلشي داكشي كيجاوبنا حنا كحزب تقدم المشتركين. علاش قال 71.7؟ لان حنا قلنا 86%، وحنا محقون. علاش؟ لانه هو في هاد الارقام كان كيهضر على الدين ديال الميزانيه العامه، يعني دين الخزينه فقط، ما دخلش المؤسسات العموميه. واش لونيب ولوني يعني المكتب الماء والكهرباء ملي هذوك الديون خصها تدخل، لان هذوك راه ديال الدوله، ديال الطرق السيار ما دخلهمش. ملي كتدخل هاد الناس زياده على الدين العام كتوصلك 36%، يعني اننا في الخطوط الحمراء. هو ما باغيش يقول 86 لان 86 حنا في الخطوط الحمراء.